انا فندم جيت النهارده انا ومعايا كل قيادات وزاره النقل اللي هو السكه الحديد علشان نعدي اهل المتوفى محمد عيد ونقول لهم الباقي في حياتكم حقكم حق يجيكم مش هيضيع. احنا جايين نعزي ونقول لهم احنا اسفين احنا بنعتذر ليكم ولكل المصريين عن خطا فردي تم من واحد عندنا في السكه الحديد، وسنقاوم الخطا ان شاء الله، وباذن الله احنا كلنا مع اهل المتوفي لحد ما يحصلوا على حقهم كاملا ان شاء الله بالقضاء العادل المصري الشريف النزيه. كل ساعه تعويضات يا فندم. اهل المتوفي ناس يعني ناس شرفة وناس كرمة، واللي احنا بنعمله يا فندم ده او اللي احنا هنعمله او اللي الدوله حتى هتعمله ده مش تعويض، ده جزء مساهمه او مشاركه بسيطه جدا من الدوله ممثله في وزاره النقل لاهل المتوفى. يعني ما بنقولش تعويض، بنقول مشاركه او مساهمه علشان والدته الكبيره او اخوه لسه في التعليم، فده يعني ده مش كتير عليكم. شكرا. تقويم الخطا يا فندم هيكون ازاي؟ يا فندم احنا بنحاسب نفسنا اول باول، احنا بنطهر نفسنا اول باول زي ما قلت قبل كده. مش هنسيب مخطئ في وسطنا، مش فاسد، لا مخطئ في وسطنا، حتى لو كان خطا فردي او خطا غير مقصود، ولكن احنا بنأهل ونعلم وندرب الناس ازاي يتعاملوا مع الجمهور، ازاي يتعاملوا مع المواقف الطارئه اللي ممكن تتقابله. احنا لن نقبل اطلاقا، لن نقبل ابدا ان حتى لو واحد ما رضاش يدفع التذكره انك انت تاخد معاه اجراء، حتى ولو باللفظ، حتى لو بالايد، في اجراء قانوني بتاخده تسلمه في اقرب محطة قطار فيها شرطة، الدولة فيها شرطة وفيها قضاء وفيها قانون، نطبق القانون. يعني حتى اللفظ ما تقولوش لفظ خارج، ما تقولوش للراكب. الراكب حتى لو هو مش عايز يدفع التذكرة في إجراء قانوني. طب هو لو قال لك ما مش معايا فلوس، خلاص بقى في حاجات يعني إنسانية ممكن تتعمل كتير. فإن شاء الله اطمنوا، المخطئ لازم هياخد حسابه كويس جدا. احنا هنقف مع اهل المتوفي، ما احناش ضدهم، احنا معاهم لحد ما ياخدوا حقهم ان شاء الله. متشكرين.